السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا بأصدقائنا الحلوين طلاب الصف الرابع ورجعنا معكم اليوم بملخص الوحدة الرابعة من مادة السوسيال لبداية الفصل الثاني موجد لا تانيورم موجد لا günlük hayatımızda birçok teknoloji ürün zamanında içinde gelişerek bugün halelerinde gelişmiştir. Aşağıda geçmişen günümüzde işleyi tekniklerler geliştir. aydınlama aydınlatma araçlarının örnek verilmiştir. Yani nihne hon mecmuğa min eşya الكهربائيه اللي يعني تم اختراعها من ايام زمان الى يومنا هذا في عنا الاطيش اللي هو النار مشعله اللي هو المشعله الموميه اللي هي الشمعه والغاز لامبصي اللي هو الغاز لامبصي والامبول تمام من الاطيش لحد الامبول تكنولوجيك اورون بولون دوكلرنن جنين ديت إنسانلارين دي انسان دورون لوتوسون دا سوريكلي ديشمش بي تغليش مشتر. kullandığınız bazı teknolojik ürünlerinin gelişimine katkı sağlayan mucitleri نشوف المخترعين اللي <tık> اخترعوا من أيام زمان شو الأشياء اللي اخترعوها. في عندنا غوتنبرغ اللي هي مطبعة، اللي اخترع المطبعه، في عندنا كرال فريدريش بينز اللي اخترع الأوتوموبيل السيارة، إديسون اخترع الأمبول، إل ريبورت الريبورت، تشالشمالي اخترع الريبورت والجرامبل اللي اخترع طبعا هدول الكلمات كتير مهمين بتمنى تحفظون لانه بيجي منا بالامتحان نجي للصفحة يلي بعدها طبعا هون الصفحة يلي بعدها شو عم بيقلنا هلا عم نحكي هون عن تصرم يا تصرم يا الابحاث يلي نحن احنا بدنا نبحث عنها هون عم نحكي عن العالم لما هو بده يبحث عن اشياء تمام شو الخطوات يلي لازم يتبعها وهو عم يبحث عن هاي الاشياء يعني نحن لازم نحفظ الاشياء يلي بده يبحث عنها تصرم يا بيورون بروجي جبريمز دكي بي نون جزمك اتشي سورون عن الاشكان اراتشتر ما في تشوزم ارنكلينين كابل كابسيان اه. اوزغون شالش الاشياء اللي يمكن انه يبحث عنها الباحث شو عم يقلنا انه تصميم المشروع هو عمل اصلي بيتضمن البحوث والحلول طب شو قلنا بروجي شوان اشمالار دان اولو شو شو قلنا للمشروع سورونون بيلير لين ميسي يلي هي تحديد المشكلة بالان لاما يلي هي المشروع ارات مع ذي بيرجلرينين دوزان لميسي يلي هي تقديم المشروع وبروجي سورون لرما هزر لياك هي تحديد تحضير لهذا المشروع projenin solunması lihiye takdim el meşru ve diyar landirme ya lihiye tanzim ve tabhis an hadihi el malumat hayalının ve merakını yani bikun fi ando hayal bikun fi ando fudud çalışma azmi ile birlişilerinin, mevcutlerinin uzgu çalışmalarının yapmışlardır. Peki çok tarasım dualı ve cevriyi güzlerimleyerek yapılmıştır. Örneğin helikopter, fark Malara'nın Yusuf Rükç Böcüğünün 300 e, Sisili ve dengide kalbimle özelliklerden iseneleri helikopter tasarımı yapmışlardır. Yani, hava bir um, bir mecmua min attasarım el amal ve el meşruat, bir amal ala didin attasnim, ve tabi'a ve bi'a, ala misal, en uqamet şirkatli helikopter şu, bir tasmim ala şekil, yasub, يعني اليعسوب هذا في شكل من, من الحشرات على شكل سبحان الله طياره الهليكوبتر اسمه اليعسوب هو حشره كتير كبيره وحتى صوته مثل الهليكوبتر فاخترعوا عنا طريق هذا الشكل لحتى يتم التوازن في الطيره طبعا هدول كتير مهمين ولازم لحنا نكون حافظينه هلا عنا نصل كلان بس نكبرها هيك مشان نصل كلان مليز Şşlu şu yani nasıl kullanmalıyız şuufu şu ne mı hoş bir 50 git Kitar daha yenilikleriyle hayatınız kullanan latıran teknoloji bir çok zarar dediği birbirini de getirebilir Bazı teknoloji ürünlerden dolan zararlı örnek verecek olur sak yani en oleh neon şu an bir eline. كيف okay, نستخدم هذه المعلومات من ورشة العمل التكنولوجيا اللي بتسع بتج يعني بتجعل حياتنا أسهل أرات إز قوسوز لارندا في فابريكا بادا لارندا دان غاز لارن أوزون o ozun tabakasına zarar vermeye körsel ısınmaya bu bu zunlarının ermesine neden olmaktadır. كيف لحنا انه هي بتنبعث منا الغازات وهي الغازات يلي بتاديها من السيارات والمصانع والمعامل شو هي ضاره لنا ايك اتوموب اه بومباسي اه هيروشيما كيتين دي اتل دا بات لا يوجد اتكسيلاً شهيراً من يتم استهلاك موارد التلوث السلبية التلو... التلو وتحقيق المكاسب الاقتصادية التي تستخدم للمنت... للمنتجات التكنولوجية اه وفقاً للدليل المستخدم هي القنبلة الزرية التي اطلقوها على الهيروشيما وكانت ضرر لشو للشعب الذي كان موجود هناك اه احنا بنحاول نلخص الدرس يكون إن شاء الله عليكم سهل أها تم طيب رح نحل منا سؤالين مشان يكون تعرفوا كيف أنتوا تحلوا اه أنا برجع رد بقولكم عم نحاول إحنا نلخص ال اه الدرس قدر المستطاع لحتى تكون عليكم سهل. دنيا ننقل إلى فابريكا دو مان لرنان اه filiziz olarak doyduğa salınması, görsel ısınmaya yaşması, doğal denginin korunması, buzlarının ermesi. Bitcoin ünlü Olaylarından hangisinin gerçekleşmesinde etkin olur? شو هنن يلي ممكن انه يكونوا موجودين عملوا لنا انه بالدنيا والفابريكا يلي هي المصانع يلي موجوده اطلاق ابخرة المصانع المور المصانع بتطلع بخار شو بتأدي من دون ترشيح فهذا ما يؤدي الى احتباس كورسال الصن ياش مص هي احتباس الحراري دوال دينجين كور مص اللي هو التوازن الحفاظ على التوازن البيئي او انهيار الذوبان الجليدي لما بيجتمع عنا دخان المصانع بالسماء شو بيؤدي قال مين بيقول لي شو بيؤدي هي الفاره ما بعرف ليش ما عم شكلها فضي بالطريقة بتؤدي الى احتباس الحرارة وكمان القطع الجليدية شو بتؤديها بتؤديها الى الذوبان طيب السؤال يلي بعده سؤال اثنين نص Evinizdeki okulun okulunuzda دا beyin Bin e, bendiğiniz araçlarda hiçbir aydınlatmanın olduğunun düşün hayatınız nasıl olur olurdur. Hala hani bilir miyim? İnanır Nasıl? Nasıl? كيف بتكون حياتنا بنتخيل انه اذا ما كان في اضاءة بالمنزل وما كان بمدرستنا ولا شوارعنا ولا سياراتنا كيف رح تكون حياتنا اه بكير ترافيك كذا لرنن اولا بليردر يعني بيكون حوادث مرورية كتير اصل حياتنا ضرور لاش يعني بتكون حياتنا كتير صعبة امر جوان لي يعني بتكون الخروج لي من الخروج الى الشارع ويلي إيز إي تي فالية لرينين أكس أكس يعني أنه بيتولد عنا الدراسات الإجتماعية الذكية أيًا منها اليانلش شايفين شو كاتبين بالسؤال يا رابع اليانلش أيًا منها اليانلش. أومار جيفاني سوكاكتيكا تشيكابيليردك يعني بصير يا ترى عنا الخروج بإمكاننا الخروج إلى الشارع لا طالما ما في إضاءة لا ببيوتنا ولا بمنازلنا ولا بسياراتنا كيف ستكون حياتنا لا يمكننا الخروج إلى الشارع هون قايل بإمكاننا لا حبيبات الحلوين أنا لهم بكون خلص درسي معكم بشوفكم إن شاء الله بوحدة جديدة وبملخص جديد بحبكم كتير وبتمنى تدرسوا الملخصات لأنه كتير مهمة السلام